أحب وماشي ماشي بلي عنوان تراك انت يا ضايع انت انسان يا انسان يا انسان إلا ما قلت لي يا محمد أنت وين كنت؟ كنت وين ما كنت؟ إيه يعني مسافر ولا هني؟ مو شغلك يا أخوي إحنا بس نحب نتطمن عليك يا أخوي اطمن يا أخوي هذا أنا موجود زين ما قلنا شيء بس وين كنت فيه بالضبط يعني؟ كنت في البر مع الرابع زين؟ زين كله واحد هذا شيء زين لكن ليش ما علمتنا يا أخوي؟ عشان لا نقلق عليك يعني اعتقد انا ماني ياهل علشان اقول لكم يا اخوي انت منت ياهل منت ياهل بس لازم نعلمك الاصول يعني فكرة زين يا ايش فيكم حلالكم نجرى انتو يا هي مولدش مو راضي علمنا وين كان فيه محمد وينك فيه يوبا كنت بالبار كنت بالبار كم مره اقول لكم وليش ما قلت لنا ليش ما علمتنا كان شفت التليفون واتصلت وقلت لنا انك بالبار ايه ايش دعوه عدك احد حاسب الثاني بهالبيت كنا زين احمد ايش فيك قاعد نجرى مع اخوك الله يهداك يعني اقول لك قلت حق فهد يا فهد ما يصير قال لي اقول لك يصير قلت له عمر الدير قلت له اخوي والله ما يصير قال لي اقول لك يصير فقلت ما اقول اخوي مبارك هاي اخوي ايش رايك مبارك ها ايش فيك انت ايش فيك يا اخوي علامك ما في شيء ايه صار لي ساعة وانا اسولف لك واقول لك عن فارس وياه واخرته تقول لي ها زين ما عليه قول لي ايش تفكر فيه وين فكرك فيه لا تلومني يا اخوي نايف لا تلومني صارح مع نفسي مع عيالي مع مشاكلي وانت ليه ما الحين الله هداك مشاكل مع عيالك هذه ما تخلص ايه تبي الصدق مشاكلي مع نفسي اكثر ليش طال عمرك الشيء اللي يحير واللي يبطل شيبك واللي يقهر العيال يستنكفون وقفة التاكسي عند الباب أفا. التاكسي اللي رباهم اللي كساهم اللي كبرهم اللي وصل المتوسطة واللي وصل الثانوية واللي وصل الجامعة أسبابها التاكسي على الله ثم هالتاكسي هذا ايه. اليوم يستنكفون وقفة التاكسي عند الباب ما تبيني أنقهر ما تبيني أسرع الحين قاعد أفكر أفكر أني أغير مهنتي شو أسوي بعد ويمين هذه قاعد أفكر أني أفتح لي مشروع أسوي لي مشروع يعني افتح لي كاكين صغير محل يا مبارك الله هداك انا صار لي سنين وانا سمعك تقول تبي تفتح لك محل او تبي تفتح لك دكان وللحين ما شفنا شيء يا اخوي انا ناوي افتح لي دكان لكن على شرط وشنو الشرط هذا بعد ما ادفع خلو ليش يا اخوي بتدخل انت غير الناس كل ابو الناس تدفع خلو لا يا اخوي يا نايف انا الخلو هذا ما يتفق مع مبادئي ما يتفق مع مبادئك زين يا اخوي مبارك انا بعطيك نصيحه تفضل ايش رايك لو تروح حق جريده وتكتب فيها اعلان انك تبي محل من غير ما تدفع فيه خلو وتعطيهم اسمك وتليفونك يصير يح شلون ما يصير زين كم يكلف هذا الاعلان الاعلان طال عمرك اذا ماني غلطان حوالي 20 دينار 20 اي زين عليه خصم اي 10% خوش 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 يعني يصير 10 دنانير ايه 10 دنانير تمام ندفع 10 دنانير حق الجريده إيه؟ ونقول لهم يبا مبارك يبا دكان بدون خلو ايش رايك تمام هذا الراي زين جزاك الله خير يلا يلا اروح حق الجريده وامرنا الله اي تمام تمام سلط الله على ابني
شكرا. مساحة؟ بلي. تدرين كان بنفسي اجيب وحدة تساعدك هنا بالبيت، بس تدرين الامور هسه ما تساعد. ماكو داعي وحدة تجيبها. البنية كبرت وتساعدني بالبيت. لا 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 لا، بس هلك شاية لا. انت تعرفين كل الزين، اني اريد سحر تهتم بالدراسة وبس. هم رجعنا على الدراسة؟ السلام عليكم. سلام. يا حلا اخوي فهد. هلا هلا. شلون اخوي؟ هلا شلونك؟ وشن عنك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. هلا اروح القهوه ادور ربع ماكو احد، وانت مطيح لي هني على هالرمله الزينه هذه. شو نسوي يا اخوي؟ ملينا من القهوه، شاي قدو شاي قدو، قلنا ني هني ونطيح على هالرمله الحلوه هذه. اي والله. ومو ناقصني بس الا الخيط. اي والله. خوش رمله. لا اقطع الماي وين واصله. اي والله. اي والله. تمام. اقول نعم. هاي شو اسمه هذا مبارك وينه؟ مبارك يا اخوي، توا قبل شوي تلي وين رايح؟ وين رايح؟ رايح الجريده. ها؟ اي نعم. ايش حق ايش عندك؟ اقول لك رايح الجريده. ايه. يبي اكتب فيها اعلان. ايه. ابي لي محل بدون دفع الاورجن. يا اخي الرجل هذا عجيب هذا. اي والله. كنا عايش بالخمسينات والستينات، ما كنا عايش بزمننا هذا. الله يهداه بس، الله يهداه. انا عبالي راح يصير صحفي الريال. لا وين وين الصحافه؟ انت يمكن غير فكره والريال بيصير صحفي. لا يا بيله بحل بدون ما يتوفي خلو رجل. ايه هيا نلقى. تعال تعال صحيح. لقيت له انا محل ها وبدون خلو. شنو؟ لقيت له محل وبدون خلو. وقال راح يبنون دكاكين بمكان الساحة، يعني بعد ماكو ساحة يلعبون بها الجهال. شنو قصدك من وراء الحكي؟ قصدي الجهال راح يلعبون بالشارع وهذا خطر عليهم. أرجوك يا أم سحر، ترى أنا مشغول ومو فارغ لهالقضايا أبداً، مو فارغ. يشوف لك شارة، وديهم للبحار للحديقة. يعني أنت ما يفيد وياك الحكي؟ يا مرة أنا مشغول بقضايا أهم من هالأمور، خليني بحالي بس الله أشوف شغلي. مشغول. مشغول؟ ايش مشغول فيه؟ انت عارف. عارف؟ المعرفة هي الطريق الأول لمواجهة الخوف. أنت متفاكنة. يا أخي كل متساكت. يسكت؟
شو سكته؟ يسكت وهو منصب نفسه للدفاع عن كل القضايا اللي في العالم؟ كل القضايا البشرية؟ ما حد فاهمني بهالبيت إلا أبوي والله. هو اللي فاهمنا بس إحنا محنا فاهمينه. وهذا هو عيبكم. يلا. أبا. سحر. شبيك بنتي؟ يدوك لي مثل خواتج. عيني طبعا ما تشتهي تاكل لان النهار كله تلعب بالساحه ويا البنات. تلعب بالساحه ويا البنات؟ انت شو يهمك؟ الهم كله على راسي وفوقها شقه صغيره. اي وشكو بيها؟ هم زين هاي الساحه موجوده تلعب ويا بنات الجيران. شو شكو بيها يا رجال؟ لبنا النهار كله بالشارع. يعني وش تردي مني؟ احبسها بين اربع حياطين؟ اكيد الزمن تغير. أكيد أنا نوع ثاني من الناس. أنا لازم أفتح لي محل وأسوي مثل ما يسوون الناس. معقولة عاد؟ معقولة أنا أترك ماضي حياتي كله وأشتغل في كلام فاضي؟ لا 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 لا, لا. أنا لازم أفتح لي دكان. ادري يا بنيتي انا حطيت بالي عليك وعرفتك انت ما عرفتيني. انت زيك عم مبارك؟ الحمد لله. زي الولاد والمدام؟ خير الله يسلمك. لطفي شلونه؟ الحمد لله لطفي كويس. تمام. على فكره اشتغل بعد الظهر والاحوال بقت كويسه دلوقتي يا عم لطفي. زين بالبركه ان شاء الله بالبركه. تستاهلون كل خير يا بنيتي. الله يخليك يا عم مبارك. قوليني بشريني جاكم ولد ولا بنت؟ لا ولد يا عم مبارك. ولد. زين بالبركه بالبركه ان شاء الله يتربى بعزكم. الله يخليك. الله يسلمك. بقول لك انا جيتكم مرتين او ثلاث مرات البيت ما حصلكم ما تودون في بيتكم انتم. اكيد ما كناش موجودين يا عم مبارك. خير؟ خير ان شاء الله ما كل الخير. ام خالد ام العيال هالايام داشه محو الاميه تدرس. تدرس والعيال هالايام يدرسونها لكنهم انشغلوا عندهم امتحانات وعندهم مشاكل وتمت براحتها مسكينه ما حيساعدها. قلت ما كل بنيتي اعتدال. يا سلام يا عم مبارك من عناية. أنا مستعدة أساعدها في المذاكرة بتاعتها. مشكورة يا بنيتي هذا والله الأمل فيك ما قصرتي. الله يسلمك. يلا يا بنا نشوف هذه شن هي. مبارك. حلو. إيه تهجيها بالله. ميم عدة با إيه ألف إيه را إيه كاف. حلو حلو يا ابن للحين تمام نكمل الدرس. هذه شن هي؟ ذهب. ذهب على طول ما فيها ألف عشان تقولين ها. إيه. ذهب يعني راح. زين ونفس المعنى الأحرف مال الكلمة هذه نفس الشيء بالنسبة حق الذهب اللي بيدك. مثل يعني. إيه مثل مثل. إيه زين كمل الدرس يلا. إنزين تهجي لي بالله هذه. يا ايه يا يا ايه تا ايه ز ايه و و جا. لا مو هالشكل يما. ها يا تا ز وج. يا تا زو وج. حلو من احلى ما يمكن. تطلع الجملة كلها شن هي؟ مبارك ذهب يتزوج. شنو؟ لا يا يقدر يتزوج؟ يمه يمه ما يتزوج ولا دير بالك مره ثانيه تقول هالحكي. ان شاء الله مو يتزوج يبقى درس. هذا درس. ها نشطب عليه يتزوج. ايه مبارك ذهب يشتري دياي. زين عدل. هاي سحر.
عجبتش الورد؟ يلا هسه تستنجيلك اي ورده حلوه واشتريت اياها. لا بابا اريد عصافير. هم ردينا على العصافير بنتي سحر. انت تدرين الشقه مالتنا صغيره يا بنتي، وبعدين راح نحير بالعصافير وين نوديهن؟ خطيه. والله فدوه، خلي ابوي يشتري لي عصافير. ابو سحر لا تكسر بخاطره، اشتريها الخاطر. يا ام سحر انت عارفه مثلي، مو هذه بعدين تولد لنا مشكله، راح نحير بيها ويموت الحرام. سمكان صغير بالشقه ونخليها. بابا فدوه. زين انا عندي اقتراح، راح اوديك بفد مكان بي مسائل حلوه كلش، اذا ما عجبتك اشتري لك العصافير. صار؟ يلا قدامي يلا. تمه خير ايش عندك؟ صراحه حبيت الموضوع بس حقيقه مستحي. مستحي؟ خير ان شاء الله. ايش عندك؟ يما ابي تتكلمين ابوي عن موضوع زواجي. تزوج؟ ايه. بس انت بعدك تدرس؟ ايه بس انا تدري بشتغل بشركه خالد. وبتخلي المدرسه؟ يا يما اولا اسمها الجامعه، بعدين حتى لو بحصل على الدكتوراه ايش بستفيد؟ ها شلون ايش بستفيد؟ تستفيد علمي يا وليدي. طال عمك ها شعر راسها ابيض وكاهي رايحه المدرسه وتتعلم. بس يا يما انا ماني متعلم، ما ابي العلم. شلون يعني؟ بتخلي المدرسه؟ قلت لك بشتغل ويا خالد. الصراحه يا يما ابي تساعديني. اساعدك ايش فيك؟ ابيك تقولي لابوي. يعني بتخلي المدرسه مو كذي؟ ايه. يعني لا شهاده ولا جامعه؟ ايه. وبتب تتزوج بعد؟ ان شاء الله. عجيب. يعني ايش تبي ابوك يقول للناس؟ يروح يقول لهم والله ولدي لا عنده جامعه، عنده ثانويه بس، ويبي يشتغل مع اخوه ويبي يتزوج بنتكم؟ يما انا بس ابيك تساعديني. شوف يا حمود، انا بهالمسائل هذه ما لي شغل، اذا عندك شيء روح قول لابوك وفكني. ابو سحار؟ نعم. شوف البنات ايش قد فرحانات. تدرين يا ام سحار انا من اشوف البنات هيك فرحانات ودا يلعبن عبالك قلبي يطير وياهن من الفرح. احنا ايش عندنا بالدنيا غيرهم؟ وان شاء الله بس احصل على الاجازه مالتي راح اوديكم سفره لاوروبا، اخليكم طول عمركم ما تنسوها. ام سحار ام سحر. ها شو تريد؟ ايش بيك ام سحر؟ هيك ماكو شيء. شلون ماكو شيء؟ وانتي ما ادري وين سارحه بفكرك. اكو غير البنات شغلات فكري؟ اي مو قلت لك راح ناخذهم سفره ونونسهم. شهر واحد بالخارج و11 شهر بين اربع حيطان. يا ام سحر ساني مقصر؟ هذا جهادي وتعبي كله، ما تقولي لي ليش؟ غير على مو سعادتكم انتو. والبنات هم ما يعذرون. ما يعذرون شيء طبيعي، جهال وما يفتهمون، بس انت وين شطارتك كأم؟ ها؟ حكايه منا وحكايه منا وعلى قد عقلي وما مشي الامور. تريد الصدق؟ ايه؟ هم هم حقهم، لان الساحه اللي كانوا لعبهم بيها راح يبنون بيها دكاكين. يعني هم نرجع لحكايتنا القديمه، يا ام سحر جوزي من هاي، هذا الرجال ابو ملك، وهو حر يتصرف بملكه مثل ما يريد، يعني احنا قادرين عليه بشيء؟ والنتيجه؟ النتيجه لما الله يفرجها، وان شاء الله الفرج قريب. هم راح تنغصين علينا ها؟ يلا عاد جوزي من هالحكي. وينك؟ راويني ضحكتك. يلا عاد. سحار سحار تعالي ماما. بابا
بابا ماما ليش ما تلعبون ويانا؟ هسه انتم ما تعبتوا من اللعب، يلا تعالوا اقعدوا يا بنات رجعتوا وياكم، يلا حبابة. ها؟ تونستوا؟ وايد. تونستي؟ خالد. خالد الحق اخوك حمود. حمود شو يا اخوي حمود؟ هي بيتزوج. شنو؟ بيتزوج؟ هي زين والكلية والدراسة؟ ايش كليته وايش دراسته؟ ما يبيهم، يقول يبي يتزوج وبيهد كل شيء، بيشتغل معاك في الشركة هذه مالت الأسهم. طالع هذا بيشتغل، ما قال لي الأشي هذا، بيشتغل عندي أنا في الشركة؟ بس أنا خايفة يا خالد، خايفة أبوك لا يعرف، يقعد يسوي لنا هوشة بهالبيت. صح ما تقول لي 24 ساعة قاعد بالقهوة الشعبية، ليش؟ ما عندكم بيت؟ ضايع أنت؟ ايش فيك؟ لا يبا عندنا بيت، اسمع. أنا من الساعة 9 للساعة 12 أروح سوق المناخ. سوق المناخ؟ إيه. وايد عليك أخوي. سوق المناخ هذا سوق الفلوس. يعني وشو؟ سوق الخردة هذا وشو؟ هذا سوق المناخ. إيه والله أنا خايف عليك يا نايف، خايف عليك تصير مثل فهد. فهد؟ إيه فهد أول وين والحين وين؟ والله مبارك فهد يحبك. ما يعني أنا أكرهه، أما أنا أحبه مثل ما يحبني. اصلا فهد ناوي يسوي لك مفاجاه، بس انت ما انت معطيه فرصه. لا يا اخي لا، انا ما احب المفاجات ولا احب المساعدات، خلصوني من هالسالفه. بس طاولنا القدو بس. والله يهديك مفاجات، الله يهديك. بس يما اكيد. اي نعم. ايش هذي بيدك؟ هذول يا يما اللي بيخلون ابوه يصير زين معانا. شلون يعني؟ أنا أقول لك هذول في مئات الحلول اللي أنا أفكر فيهم. شنو؟ حلول؟ إيه نعم، فيهم فلسفة وفيهم حلول لمسألة الكون المعقدة. وأنت يا يمة يبي لك حل مشكلتك، وإن شاء الله إن شاء الله بلقاها في الكتب. ما توحش من سوالفك. سحر. سحرة تعالي شوفي جبت لي. الله شكرا بابا. ماما نعم. الله شكد حلوة، حتى مرت الثاني ما تطلعين بالساحة وتخليهم متعبين انت وخواتج. حلوين كلش. الله خالد. يا خالد وين راحت هذه؟ خالد خير ايش عندك؟ وينك انت؟ موجوده انا بالبيت. وين طاحب على القاع الله يهديك؟ انا قاعده هني. قاعده هني. قولي ليش جايب لك مفاجاه؟ شنو هي؟ ايش بتجيب لي بعد؟ اكيد جايب لي نفنوف. الحين من قبل النفانف اللي عندك يا ام خالد، قولي ليش جايب لك؟ ايش بتجيب لي يعني؟ جايب لي بقمه. تونا معرسين ام خالد بغبغه. قولي لي ها ما يبلش بغبغه، قولي لي بس شنو شيء بخاطرك انت تبينه؟ شنو؟ عرفت اكيد جايب لي خدامه. يا وهم بني يبلش خدامه، لكن مين خدامه؟ تدري شو جايب لك؟ لا جايب لك مدرسه. مشكور يا ابو خالد. مو انت تبين مدرسه؟ بل الحين احمد مو طول النهار جاب لك كتبك وقريت؟ بلى. مو انت لاهيت عن دراسته وعن مشاكله؟ لا عادي يا ابو خالد. لا كل شيء ولا هذه. انا ما لي عن دراسته، وقت فراغه كل يوم اخذ منه 5 دقائق اعلمني بس. بس حسبانش ال5 دقائق هاي سهله؟ 5 دقائق يضيع منه وقت وايد، وقت طويل يا ابو خالد. شفتك مدرسه تبي تساعدك على واجباتك، على قرايتك، على كتابتك. فرحي يا مشكور. هاي موجوده معاي، جبتها معاي. هذه تدري من هي؟ لا. زوجة لطفي اللي كلمتك عنها، صديقي المصري. اي نعم. اعتدال يا بنيتي، اعتدال. هذه اعتدال، هاي زوجة لطفي. ام خالد. هذه ام خالد. اي نعم. اهلا وسهلا. الحمد لله. شلونك انت؟ الحمد لله. الله يسلمك الله يعافيك. ما قصرت البنية، يوم قلنا لها طقت صدرها قالت حال حق ام خالد. انا كان نفسي اتعرف عليكي من زمان. حي يا ام خالد. مشكورة يا بنيتي.
شعور طيب، شعور طيب يا بنيتي. عاد بخليها الحين معاك وانا بروح فوق ارتب حالي ولا خلصتي من كل من شغلك قولي لي عشان اودي البنيه. اي انا وياك بعد نطلع نتمشى. اي ونوديها ونروح نتمشى. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي. ابوك زودها. ابوي في حالة قلق مثل امي. قلق؟ يا معود بطل فلسفة ولا يرحم والديك. ايش تبي يسوي؟ انا ادري عنه. المشكلة انه يقول فلوسنا احنا حرام، يروح يجيب اكل البيت بروحه وياكل بروحه. المشكلة ان الوالد في المرحلة الحرجة. المرحلة الحرجة؟ ايه، وعلشان كذي لازم نتفاهم معه. ايه على شنو؟ على ان محمد يبي يتزوج. طيب وانا ايش علي؟ شنو انت ايش عليك؟ مو من الاسره انت. الاسره اصبحت في الهاويه. الله يخليك احمد، بطل هالفلسفه هذه، فكر معاي. احاول. انتوا ليه هسه صاحيين؟ انا همينه صاحيه ما نمت. يا ريت اقدر اروح العب وياكم بالساحه، ولا انتوا همينه مثلي ماكو في بيتكم ساحه. ايه هسه عرفت، انتو جابكم بابا هنا لان صاحب البنايه راح يبني ساحتكم دكاكين، ولا ابوكم منتظر السلفه حتى اجر شقه اكبر. هني جبت عصافير، لو جبت بلا على نفسي لا اقدر اقرا ولا اقدر استراح حتى ولا اقدر انام. اوف بعد شت في دنا دامه، شت اتصور راح يتونسون وراح يفرحون، ما ادري راح افقد اني راحتي. اقول مبارك، سمعت انك راح الجريده؟ اي والله راح الجريده اليوم. والله يا اخوي يا ريتك قايل لي. ايش اقول لك؟ عشان بغيت احط اعلان عن سمين اللي ضاع. ها انتم من قبل ثلاث اشهر كاتبين عن سمينكم اللي ضاع؟ اي لا بس هذا الثاني. وانتم كل شهرين تكتبون عن صبيانكم ضاعوا؟ تصدق الاولي دخت يلا لقينا. يا اخوي العيب مو من الصبيان، العيب فيكم انتم. افا والله ليش؟ هذول ناس فقاره مساكين. اي من اهل الله. اي عاملوهم بالتي احسن بالحسنى. نعم هذول بشر مثلنا، اذا عاملته معامله زينه اخدمك بعيونه، اذا عاملته معامله مي زينه انحاش قف. وانا شلون عامله يعني؟ شلون عامله؟ ريال انت عصبي يا اخويا بهد، عرفت؟ ما تعامل صبيانك معامله سنعه. ريال مسيحي ترفسه من الفير تقوم صلي، ما يصير يصلي يا اخي. هو يصلي يوم الاحد. صبر زين، حكيتني بكشوري. الله يهديك. على كيفك شوي شوي، انت قاعد في البيت اعرف طبايعك يا اخوي. اشتراك عني شلون احسن معامله عاملهم، لكن هذول ماكو فايده معاهم مهما تسوي لهم فايده. الله يهديك. انا اقول لقيت لك محل بدون خلو. اترك عنك الكلام هذا، ماكو محل بدون خلو. يا انت لا تترك سالفة الصبيان هذه. انا بروح حق الجريدة هذه هناك. اللي رحت لها اليوم. وبقول حط صورة الرجال هذا، صورتك. وبقول يا صبيان الدنيا كلها لا تشتغل عند هالرجال، لان الرجال هذا حمدي. افا عداوة هذه؟ لا ما هي عداوة ولا هي ضقة عين. اسمعني. انسحب يا انسحب انسحب، وينك انسحب؟ نعم. تعالي اخذي البنية نايميها، هاي العصافير بدها تعيش وياها ليل ونهار حتى بالنوم وياها. سحر سحر قعدي ماما قعدي، يلا امشي نام. يلا يلا بنتي قومي. بقول لولدك بيتزوج؟ ما فيها شيء. يا سلام، بهالسهولة هذه ما فيها شيء؟ اسمع خالد، دام انت اخوي الكبير مت راضي تكلمه، وامي مي راضيه تكلمه، خلاص يا اخي انا بروحي اكلمه. خلاص دام انك شجاع ومنت خايف
حاجة بروحك. أنا ماني خايف لكني أحترمه. طيب عيل كلمة. بكلمة وبشوف. دخل إيديك فدوى أبو لا تأذيهم فدوى. ليش ما تفكرين بي؟ أنا مو هروج، ما أريد أرتاح بهذا البيت. زين شو أسوي فيهم؟ شنو شو أسوي فيهم؟ أخذيهم وين ما تروحين بيهم روحي. يلا امشي. سلامتك كل شيء ماكو، يعني أنا ما أرتاح ببيتي؟ البنية خبلتها وين تروح يعني بالشارع؟ وين بتروح؟ خلي تروح. شو لكم مكان يلعبون بي، لكم واقف للسيارات، شنو معناته هذا؟ شنو نسوي احنا؟ يا مرة قلت لك هذا أبو الملك وكيفه، يتصرف بملكه مثل ما يريد. يعني بس يريد يجمع فلوس مو؟ يجمع فلوس ما يجمع فلوس هذا مو شغلك، هو حر ويتصرف. شو تريدين بعد مني؟ هو حر بس مو يضغط على حرية الآخرين. يا مرة أريدك تفتهمين أنه هذا ما يفهم الأمور هذه، ما يفهمها، يعرف بس يجمع فلوس. رايد شيء مني بعد؟ والسلفة؟ رحت مثل ما قلت لي، رحت وبعد السرة ما واصلني. يعني وفرض السلفة ما عجبتي. شو نسوي يعني؟ يعني اخلوكم على الصغار مو؟ ما تخلون بهم يا مرة، بس الله يفرجها علينا. شوي يعطيني خلقك؟ ما تشوفيني عند أتعب ودا أشقي على من؟ كله على موتكم. ليش ملوعيني؟ ليش؟ شوية خلوا راحة أرتاح بليلي، إذا بالنهار أنا أتعب وبالليل ما يصير. الله شفت شلون؟ هذه المفاجأة اللي قلت لك عليها، وأحسن محل بهالمكان هذا. لا تدفع خلو ولا شيء. عجل ايه؟ أنا عامك مضبوط. تقطع هذه مني ايه؟ وتقطع هذه مني ايه؟ نعم. وهني يصير الباب. لا ونسكر الساعة هذه ايه؟ نطلع خوش محل وقبال الشارع ايه؟ يا الله من فضلك. لا الحمد لله إن شاء الله بنتوفد. ايه إن شاء الله إن شاء الله. ما رد كنت من الدكان هنا. ليش يا بابا ليش؟ لأني أنا بخواتي من العيب. أي خواتي هي بالعبون. روح هناك يا بابا لعب الساحة كبيرة. لا ابوي قال خلاص ما دام بتسيدون تبنون دكان ما راح نلعب. انت من بنت انت؟ انا بنت ابو سحر. اي ونعم ونعم ابو سحر. ابو سحر يا بنيتي ايش بقول لك؟ الحين انت بينك عصفورك واخواتك جنبك، روح العب هناك وبعدين اللعب. ايش حدا تلعبون بالسكه؟ روحوا العبوا في الوادي في مراكز الشباب احسن لكم من تلعبون بالسكه. لعبوا ببيوتكم الله يهديكم، خلوا العالم ترزق الله. الله يهديك يا ابوي. لا كان من حقه يلعب هنا. اي هم العصفور هذا من حقه بعد يطير يروح. ليش حبسته؟ ليش؟ عفا عليك يا بنيتي بس عفا. بس انت تبين الحريه؟ العصفور هذا يبي الحريه. شفت شلون؟ عندكم هناك ابوي النوادي يروح يلعب على راحتك، ما حد رادك. اي وبعدين؟ بعدين مثل ما قلت لك يعني احسن مكان. ولا تدفع خلو، يبقى انا اسامحك على الخلو. مشكور مشكور، يلا نعجل الموضوع. اه اي اي على راحتك. اي خير ان شاء الله، يلا نتكل على الله. والله تمام يا يما، الحين عرفتي كل هالكلمات هذه؟ ايه بس مو مني انا. جزاها الله خير اعتدال ما قصرت يا وليدي. والله ما قصرت. يلا الحين نقرا البيت هذا. يلا وتقرينا معاي انت. يلا ودع يما انا اقرا لك البيت وانت تردين وراي على طول. ودع هريرة إن الركب مرتحل. يلا قوليها شوف. ودع هريرة. ودع ودع هريرة إن الركب مرتحل. الركبة هذه هاي يعني شنو هي؟ الركبة ما تعرفين الركبة هذه؟ أنت كاتبتها هني في الواجب إيش وحلتها. إيش أنت يا ولدي تدري فيني أنا مرة كبيرة. إيه زين إيه؟ وهذه الشطر الثاني من البيت. إيه وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وهل تطيق وداعا أيها الرجل. أحلى ما يمكن. والله بيض الله ويها أبو الاعتدال هذا ما قصرت. إذا وصلت لهالمواصيل والله أعفي عليها. يلا نكمل القصيدة. ودع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش تبي أحمد؟ ولا شيء يا أخوك. إيش عليك منه؟ يلا يلا خلنا نشرح الدرس. كمل القصيدة. يلا قول. انت ليش ما تبين اتزوج؟ ليش ما تبين سعادتي؟ ها محمد ايش فيك انت؟ اذا عندك شيء قوله لابوك، لا تحاكيني انا، فهم؟ اي بقول له. ليش ما اقول له؟ ليش انا ما نتغير؟ بس هذا اللي فيك كلمه والثانيه قلت لي انا ما نتغير. انا ما نتغير يا انا ادري عنكم. كل ما اقول لك قلت لي روح قول له انت يا محمد. لا قلت حق اخوي خالد. انت يا اخوي خالد تكفى، روح قول حق ابوي قال لي روح. ليش فيك انت ما تروح تقول له؟ انا بقول له. ليش ما اقول له؟ انا ما نتغير. لما انا بروح اقول له. هاي محمد تبي تقول شيء؟